بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم موفق علي. هنكمل كلامنا في مادة مناهج البحث وهنستكمل الفصل الثالث. دلوقتي معانا تعريف المشكلة من كتاب الدكتور يسري. ينطوي هذا الفصل الثالث اللي هو تعريف مشاكل البحث، مشكلة البحث، ينطوي هذا الفصل على النقاط التالية: مقدمة، أولا أهمية تعريف المشكلة، ثانيا أنواع المشاكل في البحوث والدراسات العلمية، ثالثا خطوات تعريف المشكلة. يبقى عندنا دي ثلاث نقاط هنتكلم فيهم في هذا الفصل. الفصل الثالث تعريف مشكلة البحث. مقدمة: يعتبر التحديد الدقيق للمشكلة أو الموضوع الرئيسي المطلوب بحثه كما سبقت الإشارة المرحلة الأساسية الأولى أو نقطة البداية التي ينجزها الباحث عادة عند قيامه ببحث من البحوث، نظرا لاعتماد المراحل الأخرى على نوع وطبيعة المشكلة محل البحث والدراسة. يعني لفظ مشكلة بالمعنى الشائع أن شيئا ما يسير بشكل خاطئ. في مشكلة في يعني إيه، دايما يقول لك حاجة مثلا أو مشكلة. يعني غالبية مثلا المشروعات الناجحة أو التطبيقات الجديدة بتبقى في مشكلة عند الزباين والمشترين أو المستهلكين، وبيحاول يحلها لهم هذا التطبيق. هو هذا مثلا التطبيق اللي بيقول مثلا إن في هنا زحمة ما تخشش الشارع ده. الحاجات دي أو مثلا اللي بيسهل مثلا توصيل او طلبات او مش عارف، في تطبيقات كتير بتحل مشاكل يعني نشأت عند مشكلة. برضو نفس الحكاية، البحث عشان يبقى ليه اهمية لازم يلاقي مشكلة موجودة ويبدأ يشوف لها حلول. تمام؟ فهنا بيقولك كلمة مشكلة معناها ايه؟ هناك خطأ ما قد حدث مما اثر على سير الامور وجعلها تنحرف عن مسارها المخطط له. الامر الذي يتطلب تحليل الموقف او دراسة محيط المشكلة التي سوف يتناولها البحث ويفحصها فحصا سريعا عن طريق ما يجري من تحريات او بحوث استكشافية بغرض تحديد وتعريف مشكلة البحث تحديدا واضحا ودقيقا، ووضع الخطة العامة التي سوف تتبع في اجراء البحث. تمام؟ يبقى زي ما قلنا كده، البحوث الاستكشافية اللي في الاول دي عشان احدد بس واعرف المشكلة واشخصها والكلام ده كله وتعيد صياغتها بطريقة تمام. المرحلة الثانية بقى انت تحط الفروض بتاعتك وتبدأ بقى الخطوات اللي احنا كنا قلنا عليها في الفصل الثاني. طيب، وعليه فإن الخطأ في تعريف المشكلة سوف يترتب عليه أخطاء في المراحل التالية كلها من البحث، مما يصعب معه إصلاح هذه الأخطاء. ومن هنا تبدأ أهمية الاهتمام بهذه المرحلة باعتبارها في الأغلب الأعم أهم مراحل البحث العلمي. ان انت يبقى عندك فكرة اصلا بحثية ومشكلة بتدور عليها وبتشوف لها حل وتصيغها صح وتشخصها والكلام ده كله. طيب، وبالتالي اهدف هذا الفصل الى مناقشة هذه المرحلة الهامة لاعطاء صورة متكاملة عنها، وذلك من خلال استعراض مجموعة النقاط التالية: اولا اهمية تعريف المشكلة، ثانيا انواع المشاكل في البحوث والدراسات العلمية، ثالثا خطوات تعريف المشكلة، وفيما يلي شرح تفصيل لكل نقطة من هذه النقاط الثلاثة. يبقى ادي المقدمة بتاعت الفصل، وادي الثلاث نقاط اللي بيشملها هذا الفصل اللي هو الفصل الثالث. أولا أهمية تعريف المشكلة. سبق أن أوضحنا أن تحديد المشكلة ودراسة محيطها هو الجوهر الأساسي الذي يرتكز عليه البحث العلمي، ومن أجل ذلك يقوم الباحث بحصر المشكلة والتعرف عليها وعلى ما قد يحيط بها من عوامل مما يمهد الطريق لوضع تعريف محدد له. ويتم ذلك بالرجوع إلى بعض أو كل المصادر التي تتاح له. إن أهمية تعريف المشكلة البحثية تكمن أساسا في مساعدة الباحث على تحديد الأهداف الملائمة للبحث، فكلما كانت أهداف البحث واضحة كلما ساعد هذا على وضوح خطوات البحث وإجراءاته. وتعريف المشكلة تعريفا واضحا يساعد الباحث أيضا على التعرف على طبيعة وأنواع البيانات التي سوف يحتاج إليها من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة. شوف إزاي، حتى العينة كمان كل حاجة مرتبطة بطبيعة المشكلة. يبقى المرحلة دي فعلا هي الأساس اللي هتبني عليها كل العمارة. كل الخطوات اللي بعد كده في البحث يعني تتوقف على هذه المرحله. تعريف المشكله تعريفا واضحا يساعد البحث ايضا على التعرف على طبيعه وانواع البيانات التي سوف يحتاج اليها من اجل التوصل الى حلول مناسبه، وبالتالي يحدد المصادر التي يعتمد عليها في الحصول على هذه البيانات ويقرر الطريقه التي سوف يتبعها في جمعها وغير ذلك من الاجراءات اللازمه لانجاز البحث. وعلى ذلك فإن هذه الإجراءات لا تأخذ الشكل الرسمي إلا بعد التعريف الواضح للمشكله، وإن اتخاذ أي إجراء أو تطبيق أو اي اسلوب قبل ان تتم هذه المرحله فان ذلك بلا شك سوف يؤدي الى نتائج خاطئه
بل قد تكون ضارة أحيانا. المثل القائل إن المشكلة معرفة تعريفا واضحا يكون قد تم التوصل لنصف حلها. فعلا ليه؟ لأن أنت كده شخصت الموضوع، شخصت المرض، عرفت تفاصيل الحكاية. يبقى كده تم التوصل لنصف حلها، يجب أن يضعه الباحث نصب عينيه. لازم تاخد بالك إيه من المعلومة دي حين القيام ببحث علمي، لأنه يعكس بوضوح أهمية التعريف الدقيق للمشكلة، والذي يمكن الباحث من الخوض في غمارها والوصول إلى مسبباتها ومن ثم النجاح في حلها. وأخيرا تبدو أهمية تعريف المشكلة البحثية إذا ما أدركنا أن الجزء الغالب أو أبعاد كثيرة من المشكلة لا تتكون ظاهرة ولا يسهل اكتشافها، يعني لا تكون ظاهرة، معلش وفي هنا تزيد، لا تكون ظاهرة ولا يسهل اكتشافها. يعني زي ما دايما الظواهر، الحاجة الظاهرة اللي بتظهر لك دي بتبقى الأعراض. هذا الصدد يشبه البعض المشكلة بجليد جبلي. الناس بتشبه الحكاية دي بجبل جليدي. عفوا، ايه الجبل الجليدي ده؟ بيبقى فيه جزء ظاهر لكن الجزء الاكبر هو اللي تحت المية اللي مش ظاهر. يشبه البعض المشكلة بجبل جليدي عائم في الماء، لا يرى فيه الا الجزء الصغير الطافي فوق الماء، اما الجزء الاكبر فهو مختفي تحت الماء واظهر منه شيء. وبالمثل، فان الجزء الخطير من المشكلة يكون غالبا غير مرئي وغير مفهوم للباحثين، فلو انهم تجاهلوا هذا الجزء غير الظاهر وغير المفهوم من المشكلة لجاء تعريف المشكلة قاصرا وغير سليم، مما يضر بنتائج البحث وتوصياته. يبقى ملوش لازمة التعب بعد كل. طيب، يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة، عرفنا اهمية المشكلة. تاني حاجة، انواع المشاكل في البحوث العلمية. تواجه الادارة في اي منظمة العديد من المشاكل. يمكن تقسيم هذه المشاكل الى نوعين، هما الف المشاكل واضحة الرؤية والمعالم لا يحتاج هذا النوع من المشاكل الى تفسير وتوضيح كما يمكن تحديدها وتعريفها بدقة، وحينئذ تكون مهمة الباحث محدودة حيث يسعى لاستنباط الفروض التي تفسر تلك المشاكل، ثم يتبع ذلك باختبار تلك الفروض للتعرف على ما يكون منها اكثر احتمالا في التفسير. فمثلا عندما تريد احدى المنظمات اضافة سلعة جديدة او غزو اسواق جديدة او تقييم منافذ التوزيع المتاحة او تقييم سياسات البيع المتبعة الخ، في مثل هذه الحالات تلجأ المنظمة إلى إسناد هذه المهمة الخاصة بالمشكلة إلى جهاز بحوث التسويق، والذي بدوره يقوم بصياغة هذه المشكلة. في صورة التساؤلات، هل تستمر المنظمة في تقديم منتجاتها الحالية أم تقوم بالإضافة منتجات جديدة؟ هل تستمر المنظمة في اتباع سياسة البيع بالتقسيط أم تقتصر على سياسة البيع نقدا؟ يعني شوف، المشكلة متحددة وجاي لك سؤال أهو. ده سؤال البحث اللي هم بيقولوا عليه، أو مشكلة البحث، ممكن يعني المشكلة دي تتحط في سؤال، او كمان بينتج عنها بقى تفكيرها المنطقي ان انت بتحوله لايه، لفروض بقى عشان تبدا الخطوات البحث. هل تقوم المنظمه بفتح فرع جديد للبيع في مدينه الزقازيق مثلا ام لا؟ ما هو منفذ التوزيع الملائم؟ كل دي اسئله او كل دي مشاكل زي ما قال لك كده يعني واضحه. ما هو منفذ البيع الملائم للإنتاج الجديد للمنظمة؟ وجديرا بالذكر أن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى تقييم كل بديل فيها، وذلك من أجل اتخاذ أنسب القرارات لحل تلك المشكلات. المشكلة مش في تقييم البديل، المشكلة يعني أو يعني القصة في إن المشكلة خلاص واضحة ومتحددة أهو. طيب، به بقى المشكلة غير الواضحة المعالم والرؤية والمعالم. يتسم هذا النوع من المشاكل بالغموض والتعقيد والتشابك وتعدد الجوانب والأبعاد، بحيث أصعب وضع تعريف محدد لها، ومن ثم صعوبة تحديد طبيعة ونوعية البيانات والمعلومات المطلوبة. وهنا تكون المهمة الملقاة على عاتق الباحث مهمة شاقة وصعبة، حيث ينبغي عليه أن يحدد طبيعة المشكلة ونطاقها تحديدا دقيقا. ويود الكاتب أن يشير إلى بعض الأمثلة بشأن تلك المشكلات التي تتمثل فيما يلي. واحد، ظاهرة انخفاض المبيعات. خد بالك لما يجي يقول لك ظاهرة انخفاض المبيعات دي، زي اللي احنا كنا كل شويه نقول عليها، ده ممكن تكون عرض، مش هي المشكله، مش هو المرض. فانت بتدور على اصل المشكله فين. اذا كانت منظمه ما تعاني من انخفاض حجم المبيعات منتجاتها في السوق، هنا نجد ان هذا الموقف ينطوي على درجه من التعقيد، حيث يتطلب الامر تحديد الاسباب والعوامل الحقيقيه التي تحتمل ان تكون قد سببت في انخفاض المبيعات. وهل ترجع هذه الاسباب الى التغيرات الموسميه ام الى الانتاج؟ انتاجنا وحش، الناس بتروح تشتري من المنافسين، ولا تغيرات الموسميه ده طبيعي وبنرجع ايه في السيزون الثاني بنبيع اكتر ولا ايه؟ معنى اخر، وضع الافتراضات التي تخضع للبحث والدراسه للتوصل الى النتائج والتوصيات. ازاي اذا كان انت محتاج تحط فروض على طبيعه المشكله، هي دي المشكله ولا دي عرض لمشكله اكبر؟
اسعارنا وحشه مثلا، ولا فريق البيع مش نافع، فريق التسويق مش شاطر. اذا كانت المشكله تكمن اساسا في السياسات التسويقيه، فانها تصار عليه من التساؤلات التاليه: هل تقدم المنتجات في وقت غير مناسب للاستهلاك؟ هل السعر الذي تباع به المنتجات لا يتفق مع اسعار السلع البديله او المنافسه في السوق؟ هل تتقدم هذه المنتجات بالنسبه للسلع المنافسه، او انها لا ترقى الى مستوى جودتها؟ شوف ازاي، يبقى اسباب كتير قوي في الانتاج، ولا في التسعير، ولا في التسويق، ولا في التوزيع. يعني دي هل ان وسائل الاعلان والترويج لا تتفق وطبيعه المنتجات، وبالتالي فليس المستهلك اي علم بها؟ هل ان كفاءه رجال البيع منخفضه في توزيع هذه المنتجات؟ هل ان هذه المنتجات لا تتفق واذواق ورغبات المستهلكين؟ هناك العديد من الاسئله التي يمكن وضعها، ويحتاج الامر الاجابه عليها حتى يمكن تشخيص المشكله ومن ثم تعريفها تعريفا واضحا ودقيقا. وهو ده بقى يعني اساس زي ما قلنا كل حاجه في البحث. لو ما تحددتش المشكله وشخصت المرض صح، هتختلط عليك الامور، ويبقى كل خطوات البحث مبنيه على اساس خطا. وقد يرى الكاتب ان هذا الامر ليس باليسير، حيث ان هذه المشكله متعدده الجوانب ومتشابكه، وكل جانب يسير في اتجاه ما يصعب من اختيار احد الاسباب او الافتراضات الرئيسيه التي تفسر سلوكها. 2- ظاهره انخفاض الارباح المنظمه. إذا الأرباح بتاعت الشركة بتقل ليه؟ تعتبر هذه المشكلة مثالا آخر على المشاكل غير واضحة الرؤية، قد يشمل الكثير من التعقيد أو الغموض، حيث يمكن للباحث إرجاع أسبابها إلى هبوط معدل المبيعات، أو زيادة النفقات، أو النقص في عدد العاملين الفنيين، أو وجود مخزون سلعي بطيء الحركة وعدمها، أو غير ذلك مما يعد في حد ذاته مشكلة قائمة بذاتها. كل واحدة من كل احتمال من دول مشكلة كبيرة من وعايز تفحص في أساسها وأسبابها والكلام ده كله. فقد يتبين للباحث أن المشكلة الحقيقية تتركز في تراكم المخزون عديم الحركة. بناء على ذلك يقوم بوضع الافتراضات البديلة لتفسر هذه المشكلة، كأن يرجع السبب في تراكم هذا المخزون إلى سوء تخطيط الإنتاج فلا يتلائم مع حاجات المستهلكين، أو الخطأ في استيراد سلع لا يحتاج إليها السوق، ثم يجمع البيانات اللازمة للتثبيت أو للتثبت من صحة هذه الافتراضات من المصادر الملائمة، حتى يصل في النهاية إلى تقديم توصية بضرورة العناية ببحوث المستهلكين حتى تقوم خطة الإنتاج أو الاستيراد على أساسها. ومن هذا يتبين أن القضية الأساسية تتمثل في التحديد الدقيق للمشكلة، بحيث تصبح واضحة المعالم تماما، مما يسهل فيما بعد عملية التفكير في كيفية معالجتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها. علاوة على ما تقدم، يمكن تصنيف المشاكل في البحوث التسويقية من زاوية أخرى إلى نوعين آخرين، وهما المشكلات الطارئة والمشكلات غير الطارئة. مشكلة مؤقتة، وفي مشكلة لا دايمة. فعلى سبيل المثال، قد تواجه بعض المنظمات مشكلات طارئة ذات خطورة معينة وتحتاج إلى حل عاجل وسريع، وحينئذ لا يكون من صالح المنظمة أن تنتظر حتى يقوم الباحث ببحثها، ملتزما كافة الإجراءات التي تكفل له القيام بالبحث على أساس وافي وسليم، مستغرقا الوقت اللازم لهذه الإجراءات، كما هو الحال في المشكلات الغير طارئة اللي هي الدائمة. وفي مثل هذه الحالات، وحرصا على مصلحة المنظمة، يكفي الباحث بإجراء الدراسة الاستكشافية السريعة التي على أساسها يقوم توصياته أو يقدم توصياته الفورية، مما يعين المنظمة على اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة تلك المشكلة. وهذا أنسب ما يمكن عمله في مثل هذه الظروف والمواقف. خد بالك إن هي طارئة مش بس مؤقتة، لا دي عاجلة كمان، يعني مش محتاجة تضييع وقت. ثالثا، خطوات دي ثالث نقطة في هذا الفصل. تعريف خطوات تعريف المشكلة. يبدأ البحث العلمي كما سبقنا وضحنا بتعريف المشكلة، ذلك لأن الباحث قد لا يكون لديه تعريفا واضحا ودقيقا للمشكلة في بداية البحث، والذي يكون واضحا في كثير من الأحيان هو أعراض أو ظواهر المشكلة. دي دايما اللي بتخدع الناس، إن في حاجات ظاهرة من المشكلة أو أعراضها. على ذلك يجب على الباحث عدم الانتظار حتى ورود المشكلة إليه. عفوا، عدم الانتظار حتى ورود المشاكل اليه، بل يجب عليه ان يقوم باكتشاف المشاكل التي تواجه الاداره اولا باول، وتعريفها، وذلك بالتحليل المستمر للبيانات والمعلومات المرتبطه بالموقف والمقابلات مع المتخصصين ممن لهم صفه بالمنظمه، والقيام بالبحوث الاستكشافيه التي تؤدي الى فهم اكبر وتعريف اشمل واوضح لمشكله البحث. يمكن حصر الخطوات المختلفة اللازمة لتحديد المشكلة وتعريفها بدقة فيما يلي: 1- تحليل الموقف. تحليل الموقف يعني ايه؟ موقف الحالي للشركة او للوضع
المحيط بهذه المشكلة. لن يكون هناك حلا فعالا لأي مشكلة، اللهم إلا إذا كانت هناك مشكلة. وعلى ذلك فإن الخطوة الأولى في عملية تحديد المشكلة التسويقية مثلا وتعريفها تتمثل في إلقاء الباحث نظرة واسعة على نشاط المنظمة بالقدر الذي يسمح له بتفاهم تفاصيل هذا النشاط. ازاي انا مثلا هعرف تسويق الخطة التسويقية للشركة فعالة ولا لأ، ان ما كنتش افهم المجتمع اللي هي شغالة فيه، هي شغالة في ايه، هي بتبيع ايه، هي شركة خدمية ولا صناعية ولا تجارية بتجيب الحاجة وتبيعها زي ما هي، ولا خدمات بس ما عندهاش بضاعة اصلا تبيعها، ولا الصناعية بتنتج الحاجة من الاول. يا نهار ابيض، شوف ازاي، وايه الخدمات اللي بتقدمها، وايه طريقة الخطة التسويقية بتاعتها. شوف تفاصيل كتير قوي محتاج تفهمها عشان تبدأ تحلل الوضع المحيط بالشركة دي. يبقى يسمح له بتفاهم تفاصيل هذا النشاط ومعرفة العلاقات التي ترتبط بها جوانبه، حتى وإن كان الباحث يختص في الأصل بناحية محدودة من هذا النشاط. ويمتد اهتمام الباحث في المنظمة إلى المنافسين في محاولة لاستيفاء دراسة مجالات رئيسية تشتمل على المنتجات والأسعار والأسواق وقنوات التوزيع ونشاط البيع ومجهودات الإعلان والترويج، إذ كثيرا ما يجد الباحث أساس المشكلة وأصل الداء في واحد أو أكثر من هذه المجالات. تتناول دراسة المنتجات ما يتعلق بتكوينها وطريقة إنتاجها وتاريخها وتطورها وما تتميز به على غيرها من المنتجات البديلة أو المنافسة وعلاقتها بالسلع الأخرى التي يتكون منها خط المنتجات، ومدى قدرتها على إشباع حاجات المستهلكين وطريقة ونواحي الاستعمال المعروفة عنها وتكاليف الإنتاج والبيع والربح النسبي الذي يعود على المنظمة صاحبة البحث من كل سلعة وموسمية الإنتاج والتوزيع وطرق التخزين والنقل وسياساتها وكافة نواحي القوة والضعف فيها، بالإضافة إلى الدراسة المبدئية لنوع العبوة وملائماتها وسعر البيع وهيكل الخصومات المسموح بها وغير ذلك. وتتناول دراسة السوق التي تنتشط فيه المنظمة عدة أمور، منها مدى اتساع جغرافيا وصفات المستهلكين لمنتجاتها وأثر السن والجنس والحالة الزوجية والمهنة والدخل على استهلاك السلعة ومدى استقرار الطلب أو تقلبه. كذلك فإن دراسة منافذ التوزيع تشتمل على المنافذ المستخدمة والأهمية النسبية لكل نوع منها والتعرف على تخصصاتها ومقدار ما يوزعه كل منفذ من السلع موضع البحث ومقدار ما يحققه كل منفذ من هامش تجاري. كذلك تشمل الدراسة منافذ التوزيع التي يستخدمها المنافسون والتعرف على خصائصها وأثرها على أعمالهم وغير ذلك. طيب بقى البيانات دي كلها محتاجة عشان يفهم طبيعة العمل. أما دراسة جهاز البيع فتشتمل على التنظيم القائم للمبيعات من حيث معرفة عدد المندوبين الذين يعملون في إدارة البيع المبيعات وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي، وينتقل الباحث من هذا إلى تفاهم السياسات الإدارية وبالنسبة للمندوبين خصوصا فيما يتعلق باختيارهم وتدريبهم وتوزيع الاختصاصات بينهم ومكافأتهم والإشراف على الرقابة عليهم فيما يتصل بالجهود الترويجية والإعلانية والترويج على نشاط البيع وتحليل وسائل نشر الإعلانات وترويج المبيعات المستخدمة وتعيين أهمية كل منها في تحقيق هدفها ودراسة الأسس التي تقدر عليها نفقات الإعلان والترويج وتحليل الوسائل أو الرسائل الإعلانية المنشورة للتعرف السريع على نقاط القوة والضعف فيها والاطلاع على ما ينشره المنافسون من إعلانات ودراسة سياساتهم الإعلانية وغير ذلك من الأمور. هذا وفي كل ما سبق من مجالات الدراسة يحاول الباحث المقارنة بين نشاط المنظمة وظروفها وبين نشاط المنافسين. ليه بقى؟ عشان أعرف نقاط القوة والضعف، ما يمكن أنا أهدائي أقل من المنافسين. ولاحظ أن هذه المجالات ليست حصرا لكل ما يمكن للباحث أن يتناوله في الخطوة الأولى من البحث، وإنما تعتبر هذه المجالات في الكثير من الأحوال أهم ما يواجه الباحث له عناياته في هذه الخطوة، إذ أنه كثيرا ما كشفت الخبرة عن وجود ثغرات تسويقية في هذه المجالات مما يستدعي التعمق في البحث لاقتراح الحلول وتحديد العلاج. وحتى يستطيع الباحث دراسة هذه المجالات من أجل التحديد السليم للمشكلة فإنه يلجأ إلى البحوث الاستكشافية أو الاستطلاعية التي تعتمد أساسا على المصادر السنوية للبيانات ودراسة الحالات واستقصاء آراء عينة من الأفراد ذوي العلاقة بالمشكلة أو الظاهرة محل البحث والدراسة.
يعني ممكن يسأل الناس جوه الشركة وبعد كده يبدأ يكون تصور المشكلة وينزل بقى بعد كده في البحوث الميدانية. ومع أن دراسة محيط المشكلة وتحليل الموقف تعتبر نقطة بدء رئيسية، فإن سمة أسبابا تجعل هذه الخطوة غير محظية أحيانا فيما ينبغي أن تحظى به من اهتمام وعناية. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في مجموعة النقاط التالية: تعتبر هذه الخطوة روتينية تثير الملل، ذلك أنها تهدف أساسا إلى جمع المعلومات المعروفة أصلا لدى المنظمة التي سبق نشرها ويمكن الرجوع إليها بسهولة. بس طبعا كل ده تحديث البيانات، وغير كده أنه يبقى عارف إن أهمية تحديد المشكلة. أنا عايز أعرف المشكلة إيه. اتنين، إن كثيرا من البحوث تجري تحت ضغط من رغبة المنظمة في الحصول على نتائج البحث بسرعة، هو ده الاستعجال، مما يجعل الدراسة التمهيدية لمحيط المشكلة وتحليل الموقف تتم في وقت قصير لا يتناسب مع المجهودات التي تتطلبها الاستيفاء الكامل لهذه الخطوة. تلاتة، إن هناك نوع من التحيز قد يشوب الدراسة التمهيدية لمحيط المشكلة وتحليل الموقف، وخاصة عندما تحجب بعضا من المعلومات والبيانات الخاصة بالمنظمة وتطورها ونشاطاتها عن الباحث. وبالرغم من المشاكل السابقة التي يمكن الرد عليها بسهولة، إلا أنها لا تنتقد بأي حال من الأحوال من أهمية هذه الخطوة وضرورة القيام بها، ذلك أنها تحقق المزايا التالية: إن هذه الخطوة تمكن الباحث من حصر جذور المشكلة في نواحي محددة من نشاط المنظمة، وتمهد السبيل لوضع الفروض وتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوثها. كمان إن الدراسة الداخلية لمحيط المشكلة تعتبر نقطة بدء أساسية تهدي الباحث إلى نواحي الاستقصاء الخارجي وإجراءات العمليات الميدانية التي يقوم بها بعد ذلك. ثلاثة، من غير المرغوب في أن يبدأ الباحث عمله في الظلام، لذلك تفيد هذه الخطوة في توضيح رؤية الباحث وإدراكه لحقيقة الأمور، بما لا يسمح بتشويه الظواهر ومسبباتها. ثلاثة، تشخيص المشكلة، أو اثنين بقى عفوا اثنين تشخيص المشكلة، يعني الأول تحليل فهمت الموقف، بعد كده تشخيص المشكلة، بعد كده تعريف بقى هتحددها بقى طيب تشخيص المشكلة، بعد أن يلم الباحث علما كافيا بمحيط المشكلة ويكون قد أتم تحرياته، تصبح الصورة في ذهنه مكتملة ويعيش في جو المشكلة، وأنه يكون معدا لاستقبال الخطوة التالية وهي تشخيص المشكلة. وفي هذه الخطوة يقوم الباحث بالفحص الدقيق لجميع البيانات والمعلومات التي أدت إلى وجود أو حدوث المشكلة أو عدم توازن في الموقف، ويجب أن تتم عملية التشخيص بطريقة صريحة وواعية ومنظمة، كما يجب أن تتوفر في التشخيص الجيد عدة مقومات أهمها. واحد، يجب أن يفرق التشخيص الجيد للموقف بين الحقائق واللغة المستخدمة في وصفها، يعني في حقيقة لازم توضحها، في كثير من الأحيان لا تعكس اللغة، صغر كده أفضل، في كثير من الأحيان لا تعكس اللغة المستخدمة في وصف الموقف طبيعة الحقائق المتعلقة بهذا الموقف. على ذلك فإنه يجب على الباحث أن يكون واعيا لمدى تأثير اللغة على الحقيقة، ويرجع الفرق بين اللغة والحقيقة لعدة أسباب. إن اللغة التي يستخدمها الباحث ما لسرد حقيقة ما هي لتعبير عن الطريقة التي يدرك بها هذا الباحث هذه الحقيقة وليس الحقيقة ذاتها. يعني قد تكون المشكلة في الإدراك بتاعه أو استخدام المترادفات اللي هو بيتكلم بيها. تمام. طب اتنين او به، عدم المقدرة على استخدام اللغة بحصافة لشرح الحقيقة، فممكن يكون مدرك صح بس مش مستخدم العبارات السليمة. جيم، اختلاف معنى الكلمة الواحدة من باحث لاخر، ممكن يكون معبر صح، يعني مدرك المشكلة صح وعبر صح، ولكن الكلمات ليها معاني اخرى عند بعض الناس. ومن الامثلة الواضحة على وجود اختلافات بين الحقيقة واللغة المستخدمة في وصفها، وجود اختلافات كثيرة التي نراها بين وصف خطوات الشراء كما هو مكتوب وبين الطريقة والأسلوب الذي يشتري بها المستهلك فعلا. اثنين، يجب أن يحدد التشخيص الجيد درجة دقة المعلومات والحقائق أو الحقائق، نظرا لقصور اللغة في شرح الحقائق فإنه يجب اختبارها لتحديد مدى دقتها. وعلى ذلك فإنه يجب التفرقة بين الحقيقة والرأي، وذلك يتطلب معرفة الرأي أولا ثم معرفة ما إذا كان هذا الرأي حقيقي أم لا. وفي عملية التشخيص فإنه من المستحسن تحديد درجة دقة كل جزء من أجزاء المعلومات حقيقة رأي فرض. ثلاثة، يجب أن يحدد التشخيص الجيد أسباب المشكلة وليس فقط من تسبب فيها،
وهذا لن يتأتى إلا من خلال طرح العديد من التساؤلات، منها ما الذي جعل هذا الموقف يحدث، ما هي أسباب حدوثه. ويتطلب هذا من الباحث أن يحاول التخلص من ميوله الطبيعية في تحليل وتقييم الموقف لتحديد من يجب لومه، واستبدال ذلك بالرغبة في تقصي الأسباب الحقيقية للمشكلة. ذلك أن لوم فرض ما لا يعني انتهاء أو حل المشكلة، حيث أنها سوف تتكرر فيما بعد لسبب بسيط، وهو أن أسبابها لم تكتشف حتى يمكن معالجتها. تمام. 4، يجب أن يحدد التشخيص الجيد للعوامل المختلفة التي تسببت في إحداث المشكلة. عادة ما ينتج عدم التوازن في موقف ما نتيجة لتفاعل عدد من العوامل مع بعضها البعض، وليس نتيجة لعامل واحد فقط. فعلى سبيل المثال، قد يرتبط ظاهرة انخفاض المبيعات للعديد من العوامل أو المتغيرات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية، وعلى ذلك فإنها يقع على عاتق الباحث مهمة تقصي جميع هذه العوامل وطبيعة الترابط بينها. نمرة 5، بتقول لنا يجب أن يؤدي التشخيص الجيد إلى وضع إجراءات حل المشكلة ذاتها. إن التحديد الواضح والصريح لتشخيص المشكلة، ده التشخيص ده نصف الحل، بس التشخيص يبقى سليم. التحديد الواضح والصريح للتشخيص المواقف والمشكلات يؤدي إلى إمكان اقتراح حلول مختلفة والمقارنة بينها واختيار أنسبها لمواجهة مثل هذه المواقف والمشكلات. 3، وآخر حاجة بقى يعني دي من أهمهم برضو، تعريف المشكلة. أنت خلاص فهمت الموقف وشخصت المشكلة والمرض وليس العرض، وبعدت بقى عن زي ما قال لك كده الايه التحيز والكلام ده كله. ابدأ بقى عرف المشكلة. 3، تعريف المشكلة. عادة ما يواجه الباحث صعوبة بالغة في التنبؤ بكل المؤثرات المختلفة والأبعاد المتعددة للمشكلة، وفي هذه الحالة يكون عمل الباحث الأساسي هو تعريف وتحديد أكثر الأسباب احتمالا من بين هذه الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة. قد يكون هناك من الأحداث أو الظواهر التي تبدو وكأنها المشكلة، وهي في الحقيقة الأمر ما هي إلا أعراض ومؤشرات لمشكلة معقدة. وعلى ذلك يجب على الباحث أن يتأكد من أنه قام بتعريف المشكلة الأساسية وليست الأعراض المتعلقة بها. فعلى سبيل المثال، قد يعتقد بعض الباحثين أن انخفاض المبيعات هو المشكلة، ولكن هذا الانتقاد خاطئ أو الاعتقاد خاطئ، وينم على عدم فهم والدراسة والخلط بين المشكلة وظواهرها أو أعراضها. ذلك أن لفظ الظاهرة يعبر عن شعور أو إحساس أو نتائج أو مؤشرات، أما لفظ المشكلة فيعبر عن السبب، السبب الأصلي يعني. شوف ازاي، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث المشكلة. وبالتالي يطلق لفظ الظاهرة في مثل هذا المثال على انخفاض المبيعات، لأن انخفاض المبيعات مؤشر من المؤشرات يوضح لنا أن هناك مشكلة تواجه المنظمة، ويطلق لفظ المشكلة على السبب أو الأسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة، مثل عدم مناسبة السعر الذي تباع به المنتجات أو تقادمها أو عدم كفاية برامج الإعلان أو كل هذه الأسباب من المجتمع. أنت لازم بقى تدور على أي سبب فيهم. ولمزيد من التفرقة بين الأسباب والظواهر أو الأعراض التي تتعلق بالمشكلة، يضرب مثلا آخر بحالة المريض الذي يشكو صداعا أو ارتفاعا في درجة حرارته أو تغيرا في لون الوجه والعينين مثلا. فهذه الأمور هناك تمثل ظواهر، لأنها نتيجة لعدة أسباب محتملة كالإرهاق أو الإمساك أو مرض في العين أو التهاب في العمود الفقري. وهذا يقوم الطبيب أو المعالج بتحديد السبب أو المشكلة، بل الفرد ده كله كان أعراض، ولكن المرض او المشكله الاساسيه هو اللي هو عايز يدور عليه، الذي ادى لحدوث الظاهره ووصف العلاج المناسب الذي يختلف باختلاف السبب او المشكله او اي مشكله. باختصار، فالظاهره هي المتغير التابع الذي يبدو في النهايه ولكنه ناشئ من متغير مستقل قد يكون غير ظاهر وهو المشكله. وبالرغم من عدم وجود اطار محدد ونمطي لتعريف المشكله، الا انه يمكن القول ان هناك عده معايير او اعتبارات يجب أخذها في الحسبان حين تعريف المشكلة. أهمها 1، كتابة المشكلة بطريقة واضحة. هناك ميل طبيعي نحو تعريف المشكلة بطريقة ضمنية، طالما أن هناك شعور بعدم التوازن في الموقف المعين. يعني ده طريقة مطاطية، طريقة واسعة. ليه؟ لأن خايف أن أنا أكون غلطت في التعريف ده، فأنا بحاول يعني أعرفها بشكل مطاطي شوية أو ضمني. لا، الحكايه دي مش هتفيد، لازم ان انا اخد وقت اكتر عشان اوصل لطريقه محدده. تدريب الباحثين على ضروره كتابه المشكله بوضوح لا شك يزيد من مقدرته على التفكير، حتى يمكن كتابتها بطريقه موضوعيه بعيده عن العواطف والمؤثرات الاخرى غير الواضحه. 2، تعريف المشكله من خلال الاسباب التي ادت اليها وليست من خلال مظهرها
يجب على الباحث عند تعريف المشكلة أن يراعي تحديد المتغيرات الأساسية في الموقف أو الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة الأمر الذي يؤدي إلى وضع وتحديد الفروض السليمة التي يريد الباحث إثبات مدى صحتها والتي تعتبر العامل الأساسي الذي يبنى عليه وضع الحلول البديلة للمشكلة محل البحث. ثلاثة، تحديد المعيار أو المعايير التي تمت مخالفتها. أن تفاهم الموقف لا يعني وجود أو عدم وجود مشكلة، ذلك أن وجودها من عدم يرتبط بما إذا كانت هناك معايير معينة تمت مخالفتها أم لا. فإذا ما كانت هذه المعايير غامضة في ذهن الباحثين فلا شك أن عملية تعريف المشكلة وتحديدها ستكون مبهمة أيضا. أربعة، كتابة المشكلة بطريقة محددة وليست بطريقة عامة. هناك ميلا طبيعيا نحو استخدام العبارات العامة عند تعريف المشكلة. مثال ذلك أن يقال أن هذه المشكلة هي مشكلة تخطيط منتجات أو مشكلة منافذ التوزيع إلى آخره. ولا شك أن هذه الطريقة العامة في الكتابة تجعل من الصعب الوصول لتفاهم عميق للأسباب. فبدلا من القول ان المشكلة هي مشكلة تخطيط منتجات، فانه يمكن تعريف المشكلة بانها انخفاض جودة المنتج الذي ادى الى عدم رغبة المستهلكين في شرائه مما ادى الى حدوث المشكلة. يعني تفاصيل اكتر، يعني تحديد اكتر. خمسة، تجنب كتابة المشكلة كما لو كانت حلا نسبيا. ان المشكلة التي تكتب بحيث تبدو وكأنها تتضمن حلا من نوع ما عادة ما تؤدي بالباحث الى التفكير في هذا الحل. كده يبقى في تحيز، كده هيأثر على تفكيره وطريقة بحثه، كده كل النتائج ممكن تبقى غلط. شوف ازاي، مما يؤدي بالبحث الى التفكير في هذا الحل وليس حلول اخرى بديلة. مثال ذلك ان تعرف المشكلة على النحو التالي: ان المشكلة تنحصر في تكثيف الحملات الاعلانية عن المنتج. ومثل هذا التعريف يعني انه ليس هناك حلا اخر كتحسين الجودة او تخفيض السعر لزيادة المبيعات. كذلك فان الميل نحو كتابة المشكلة متضمنة حلها يعني تجاهل تلك المشكلة المعقدة التي ليس لها حلول. ستة، عدم كتابة المشكلة كفزورة. قد يلجأ بعض الباحثين إلى كتابة المشكلة كفزورة، وذلك لإشباع عوامل عدة مثل جذب الانتباه إلى المشكلة أو إلى الأشخاص أو محاولة تضخيمها أو إطفاء نوع من الغموض عليك. لذلك يجب على الباحث أن يتنبه إلى ذلك وإلا ضاعت عليه جميع جهوده لحل المشكلة. هذا يتوقف نجاح الباحث في تعريف المشكلة على خبراته الشخصية. توقف نجاح الباحث في تعريف المشكلة على خبراته الشخصية ومدى تمتعه بملكات الخلق والإبداع والابتكار التي تعطيه القدرة على إدراك المواقف والمشكلات وتحليل أسبابها وتحديد الأكثر أهمية واتصالا بالمشكلة حتى تسنى له وضع تعريف محدد لها يكون الأساس في تصميم البحث وبناء مراحله. وأخيرا، فإن التعمق في دراسة المشكلة وتعريفها بدقة ووضوح يجعل كل المراحل التالية تسير في الطريق الصحيح وصولا في النهاية إلى اختيار أفضل البدائل المتاحة في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي. وده كلام مظبوط جدا جدا جدا. وكده يبقى الفصل ده خلص. شكرا والسلام عليكم.